الالتفاتة هذه الطيبة هذه جيجل تي في. الدورة يعني تكنت نقلنا إلى ولاية ميلا لإجراء التصفيات الجهوية لكأس الجزائر لغير المهيكلين 18 إلى 22 سنة، وين تنقلنا إلى ميلا وكانت هناك يعني الظروف هنا مهيئة يعني. من هذا المنبر يعني نشكر يعني ولاية ميلا ورئيس الرابطة الولائية لكرة القدم يعني على حسن الضيافة. وكان في مجموعة يعني مكونة من ولاية جيجل وولاية برج بوعريريج وولاية ستيف، أجرينا أول مقابلة ضد وفاق ستيف وفزنا بها هدف مقابل صفر. وفي المباراة الثانية أجريناها مع أهلي برج بوعريريج أين كان التعادل هدف لمثله. تأهلنا في المرتبة الأولى إلى النهائي، وأين قمنا بإجراء المباراة النهائية يوم الجمعة على الساعة الرابعة ضد ممثل ميلا، وفزنا يعني بنتيجة هدفين مقابل هدف يعني في مباراة يعني جرت في 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 روح رياضية عالية يعني. الحمد لله يعني المكسوب يعني أراد أن يكون من نصيب ولاية جيجل، وإن شاء الله يعني راح نمثلوا ولاية جيجل يعني أحسن تمثيل، ولما لا يعني الذهاب بعيدا في التصفيات يعني الوطنية إن شاء الله، ونمثلوا يعني ولاية جيجل أحسن تمثيل إن شاء الله. يعني كيسو الدعم الكافي من السلطات المحلية في الولاية؟ والله سؤال يعني في محله يعني من هذا المنبر يعني أشكر يعني ومدير الشباب والرياضة يعني على توفير يعني كل الظروف يعني المادية والمعنوية من أجل إنجاح العرس هذا. يعني كنا يعني تنقلنا يعني بلباس موحد، نقول الحمد لله، لكن من هذا المنبر يعني نتمنى يعني من كل السلطات يعني الولائية أن يلتفوا شوية وراء يعني الشبان هذو، لأن ولاية جيجل يعني تسخر بمواهب يعني كثيرة. بالدعم يعني المعنوي يعني والمادي يعني راح نكونوا يعني أحسن مثال يعني للولايات الأخرى إن شاء الله. عندك إضافة تقدمها؟ بالفعل يعني من هذا المنبر يعني اشكر يعني جزيل الشكر كل من دعمنا من بعيد او من قريب، وكل اللاعبين والطاقم الفني والاداري ورئيس الرابطه الولائيه للرياضه للجميع يعني رئيس المجلس الشعبي البلدي، كل يعني من كان وراء هذا التتويج ان شاء الله. ونهدي الى كل سكان ولايه جيجل ويعطيكم الصحه بزاف بزاف. شكرا الشيخ بيه. شكرا على واجب. أصعب مقابلة في الدورة؟ أصعب مقابلة في الدورة هي المقابلة النهائية. علاش؟ باسكو حنا كنا لعبنا ماتش صباح وماتش عشية. المقابلة النهائية كانت العشية، كنا من الناحية البدنية كنا شوية، ومع العلم أن فريق الخصم كان لعب مقابلة واحدة وكانت قبل 48 ساعة 24 ساعة، لهذا كنا صعوبات شوية مع نهاية المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كل السلطات يعني هذه اللي ما نساسناش بالشبان اللي ما سنياوش في الفرق على دارت هذه المبادره باش نلعبوا وما نحبسوش. وهذه الشامبيونه يا حاجه مليحه ديناها بيان، كانت الروح رياضيه في ارضيه الميدان، كانت منافسه مليحه بين خاوتنا وسطيف وبرج بوعريريج وسكيكدا وميلا المستضيفه.
كانت روح رياضية عالية، لعبنا دي لي ماتش ملاح الحمد لله. أصعب مقابلة، أصعب مقابلة عديناها هي النهائي، فوزنا 2-1 أمام شباب ميل، فوزنا عليهم الحمد لله. الشوط الأول عديناه نتيجة سلبية 0-0، أما الشوط الثاني فكانت تعليمات من المدرب فقمنا بتطبيقها، فالحمد لله أدينا مباراة في القمة وفوزنا بالمقابلة. نشكر صفحة جيجل تي في على هذه المبادرة اللي ما نساسناش فيها، ونشكرهم على حسن الاستضافة، وشكرا. أولا نشكر السلطات المحلية على توفير كل الظروف وعطتنا كل يعني كل إمكانيات باش وصلنا لهذه النتيجة. فيما يخص الدورة من ناحية التنظيم، كان تنظيم محكم، نشكر المنظمين تعميلة على هذا، على حسن الضيافة والتكريم وكذا وكذا. بالنسبة للدورة كان بعض الفيق قويين صح، كما ستيف والبرج، يعني تحنا في ان جروب فريمون مليح، وبفضل المجهودات تاع اللاعبين يعني اداو دورة قوية من ناحية التكتيكية ولا من ناحية البدنية ولا، وكانوا في الموعد. وعندك احنا لقينا صعوبات من ناحية البدنية خاصة، يعني تلعب بالجمعة تلعب ماتش صباح وزيد تلعب لافينال العشية، كانت شوية أطلت شوية على الموضوع. هذه المقابلة النهائية، هي على المقابلة النهائية أطلت شوية على اللاعبين من ناحية البدنية، لقينا صعوبات مي بفضل لافولونتي تاع لي جوا الحمد لله كنا وين وصلنا وسجلنا هدفين في النهائي، والحمد لله وتوجنا بهذا الدوره هذه. راح نزيدو نشوفو ربي ان شاء الله الموعد القادم ان شاء الله هو لافاس فينال تاع ناسيونال، ربي ان شاء الله نكونوا في الموعد ولما لا نتوجوا بها ان شاء الله ونجيبوا. نهنيكم على كل حال، يعني راكم شرفتونا وشرفتوا الولايه كامل، وصفحه جيجل تي في ان شاء الله راهي معاكم دائما وابدا، والملتقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ.
نشكروا السلطات اللي وقفت معنا طول كيما رحنا الميلا كيما جينا، هما دائما معنا وفروا لنا جميع اي حاجه، ما لقينا حتى نقص، وحنا درنا اللي علينا وهذه هي. صعب مقابله عديتوها؟ مقابله نهائيه، خاصه من الناحيه البدنيه، لعبنا ماتش الصباح ماتش العشيه وهما كانوش مرتاحين قبلنا، ما هذيك هي المقابله اللي صعيبه، وبفضل الله ربحنا وجبنا الكاس ان شاء الله. شكرا. هيا نظمنا في البداية نظمنا مرحلة ولائية شاركوا فيها ممثلي الفرق بلدية جيجل، لحقنا للمرحلة النهائية، فاز فيها منتخب بلدية جيجل ضد منتخب بلدية الميلية، وشارك في الدورة الجهوية اللي نظمتها في الأسبوع الفارط يعني الويكند هذا، نظم في ولاية ميلا المرحلة الجهوية دي كأس الجزائر ما بين الأحياء للغير المهيكلين ستادير لنون ليسونسي، ولأنهم العمر يتراوح بين 18 و 22 سنة. شارك منتخب بلدية جيجل في الدورة، عرفت هذه الدورة مشاركة 6 فرق بالإضافة إلى الفريق ليكيب أورغانيزاتريس بيان سور لا ولاية دو ميلا، كاين سكيكدا، كاين البرج، كاين جيجل، كاين ستيف، وكاين بجاية. فاز منتخب بلدية جيجل في المقابلة النهائية على منتخب ميلا، وراح يتأهل للمرحلة الوطنية يعني كأس الجزائر، وهذه المرحلة الوطنية تعرف مشاركة 8 مناطق يعني 8 مناطق في الجزائر، راح تلعب على راح يلعبوا يعني الدورة متكونة من 8 فرق 4-4، يتأهلوا للنصف النهائي والنهائي، النهائي راح يفوز بكأس الجزائر ما بين الأحياء للغير المهيكلين. حنا كمديرية الشباب والرياضة قمنا يعني ب ونبري ونشارج هذا الفريق عن طريق الرابطة الولائية للرياضة للجامعه الجوارية، وراح نزيدو راح نتهلاو فيهم يعني، وراح نكون نديرو لهم ستاج بلوكي قدام لو تور فينال لو تورنوا كالي فينال، راح نديرو لهم ستاج بلوكي وراح يمثلوا يعني ولاية جيجل أحسن تمثيل. بون السلام عليكم، أولا نقدم الشكر لرئيس بلدية جيجل سيد ماطي، ورئيس مدير شباب الرياضة لولاية جيجل، ورئيس الرابطة الولائية للاعبين غير مهيكلين لولاية جيجل على هذا التكريم الخاص للحصول على بطولة شرقية لغير المهيكلين. ما يخفالكش يعني بذلنا مجهود كبير مع خاصة مع الشيخ بلال العويسي والشيخ عمر حماد والسائق سفيان، نشكرهم بهذه المناسبة وقفوا معنا دقيقة الأخرى. الحمد لله احنا كفينا بهذا التتويج، ما يخفالكش لعبنا مع دي زيكيب ملاح خاصة الصيفية، وكنا احنا ليهم ند للند بالتعاون مع اصحابي ومع كامل الصطاف، جبنا هذه البطوله اللي شرفنا ولايه جيجل، وان شاء الله نزيدو نروحو لناسيونال نعامه ونشرفو احسن تشريف ان شاء الله. الشيخ اصعب مقابله كانت مقابله نهائيه مع ولايه ميلا، لانه هما لعبوا مقابله صباحا وما لعبوش 24 ساعه تنطلعوا لا فينال، مي حنايا لعبنا مقابله صباح ومقابله العشيه اللي كانت صعيبه علينا باش نطبقوا طريقه اللعب، وكما نقولوا تعبنا بزاف وصعيبه باش ريكيبيرينا ومستعدين للمنافسه قديمه بيان سور. الشيخ نديوها ان شاء الله في النعامه كما دينا العام هذا العام اللي فات، ما يخفالكش دينا زوج طبعات مول بعضها ان شاء الله. بالتوفيق لك الصحه الشيخ. Oh!
إذن احنا جدا ومسرورين بوجودنا اليوم هنا، نظمنا يعني حفل تكريمي متواضع لفائدة منتخب ولاية جيجل لرياضة للجميع، ليمثل ولاية جيجل في المرحلة الجهوية لكأس الجزائر ما بين الأحياء اللي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، اللي راح إن شاء الله يمثل ولاية جيجل على مستوى الوطني نهائيات مستوى النهائيات البطولة الوطنية التي تجرى إن شاء الله نهاية هذا الشهر. المكان مازال ما حدوش، ولكن احنا عندنا معلومات ستكون ان شاء الله بولاية النعامة. ما يخفى لكم كذلك ان يعني هذه الدورة عشت عدة مراحل، كانت مرحلة البلدية، مرحلة الدائرة، مرحلة الولائية. عرفت هذه ثاني دورة هذه في ولاية جيجل، مشاركة 19 بلدية من 28 بلدية. في اللقاء النهائي يعني وصلنا بين جرات بلدية جيجل وبلدية الميلية، الحظ يعني رجع لي بلدية جيجل اللي مثلت ولاية جيجل على مستوى الجهوي، ولكن رغم هذا دعمنا بعض عناصر من الفرق اللي شاركت معنا، من بلدية اللي شاركت معنا باش نعطيه الدعم، لأنه راح يمثل ولاية جيجل في البطولة الجهوية. لبالا إن شاء الله أنا شخصيا نهنيهم ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله لما لا يعني جيبونا كأس الجزائر لهذه السنة، وحنا هذا هو حلم تاعنا. كذلك السنة الماضية شاركنا في قبل السنة الماضية، لأن السنة الماضية كانت كورونا، ما قدرناش نشاركوا. في 2019 كانت عندنا ديجا فرصة باش شاركنا في النهائيات اللي جرات في ولاية البرج، ما سعفناش الحظ. لما لا هذه السنة إن شاء الله يكون حليف ولاية جيجل تكون بطل الجزائر لهذه السنة. بالنسبة للفريق هذا يعني كانت عندي اتصالات صباح اليوم مع مدير شباب الرياضة، وعدنا إن شاء الله باش قبل ما نروحوا للبطولة الوطنية يكون عندنا تربص مغلق يدوم يعني 4 أيام أو 5 أيام هنا على مستوى جيجل، وننطلقوا إن شاء الله. ووعدونا ثاني السلطات المحلية يكون الدعم كبير لهذا الفريق، لأنه الشباب هادو غير مهيكلين، هادو هما شباب المستقبل إن شاء الله، لما لا يعني إن شاء الله يتوجوا بالبطولة هذه ويهديوا لنا أول كأس الجزائر ما بين الأحياء لولاية جيجل. على كل حال إحنا نشكر الطاقم الفني اللي يعني سهر وتعب ومش مسهل باش نحضروا فريق يعني اللي راح يشارك. يعني هذا عمل كبير قام به الطاقم الفني وعلى رسم السيد العبيسي بلال، واللاعبين كذلك لاعبين يعني قدموا كل ما في وسعهم وضحوا رغم امكانيات كانوا ناقصين شويه، ولكن احنا كي توصل للتمثيل احنا عندنا شباب في ولايه جيجل عندهم امكانيات كبيره، والدليل على ذلك انه يعني اليوم شفناهم باللي مع 6 ولايات اللي شاركوا بجايه سطيف البرج، هادو فرق هادو في ولايات كامل عندهم خزان من اللاعبين، ولكن احنا في جيجل دائما عندنا احسن لاعبين وعندنا احسن شباب اللي يقدر يرفعوا التحدي ويكونوا في اعلى مستوى.